أهلا بكم سادة المشاهدون في تغطية خاصة هذا اليوم أيضا حول آخر التصعيد العسكري المجري في مدينة بنغازي، وأرحب دائما بضيوفي السيد عصام الزبير، كذلك الدكتور فتحي الفاضلي والأستاذ محمد عصام. قضية بنغازي والاتفاق السياسي هذا المحور الأساسي في حلقة اليوم. أنا أسأل يعني كيف رأيت وضع بنغازي بعد الاتفاق السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك وأحيي ضيوفك الكرام من يشاهد هذه القناة. حقيقة كنا نعتقد أن الالتزام بالاتفاق السياسي سيجعل من عملية بنغازي هو وقف إطلاق النار إذا أراد الاتفاق أن يكون موجودا على الأرض الواقع، لأن من نقاط الاتفاق وقف إطلاق النار في كل البلاد وبالذات في مدينة بنغازي. ولكن ما نراه حقيقة أن وقف إطلاق النار كان يريد الاتفاق كان يريد به إبعاد المؤتمر الوطني عن المشهد وكذلك حكومته، والاستمرار في عملية الاتجاه الآخر بالتغاضي عن ما يجري. لم تكن هناك وقتها عندما تم التوقيع على الاتفاق السياسي لم تكن هناك أي عملية عسكرية داخل غرب البلاد، ولذلك كانت العملية العسكرية التي هي موجودة هي عملية الكرامة في مدينة بنغازي. ولذلك كان يفترض أن يتم الأخذ بالاتفاق ووقف الفوري لهذه العملية، خاصة وأن من سمات الاتفاق السياسي في المادة أعتقد أنها 39 أن تبتعد كل التشكيلات المسلحة خارج المدن، وأن تسلم لحكومة الوفاق، وأن تبدأ عملية وجود خطة مرسومة في غضون 30 يوم. وكان قبلها في المادة 30 هي وقف أي عمليات فورا ولمدة 15 يوم، وأن يتم الترتيبات لوقف وفضل الاشتباك وفق جدول يعد لذلك. هذه لم تحقق ولم يتم توجيه ذلك، بقي المجلس الرئاسي لم يدخل، وبقى بعد ذلك فترة إلى شهر مارس عندما دخل اتجه إلى كيفية أخذ الوزارات داخل العاصمة الليبية طرابلس، بالرغم من أننا إعلاميا ومعروفا أن الحكومة التي هي موجودة في طرابلس هي غير معترف بها دوليا، يفترض الاستلام والتسليم يكون من حكومة التني لأن هي التي لها شرعية، ولكن من يذهب إلى هناك؟ هذا سؤال غريب جدا. طيب، يجب أن يجب عليه. سيد محمد الهنجاري، يعني جاء الاتفاق لا توجد عملية عسكرية في غرب البلاد وإنما كل العمليات العسكرية في شرق البلاد، وعملية الكرامة بالذات والمعركة القائمة بين الثوار وبين المتقاعد حفتر. البعض يقول أن هذا الاتفاق سلب الثوار الحكومة التي كانت تؤيدهم وتناصرهم في طرابلس، وأبقى الحكومة الأخرى وأبقى مجلس النواب الذي ناصر الكرامة. إذن هذا الاتفاق لم يعطي أي شيء للثوار. هو أول بسم الله الرحيم، تحية ليك وتحية لأخو الضيوف الكرام والمشاهدين. هو سؤالك فيه بعض الإجابة، ولكن حتى الطرف الآخر يرى نفس الشيء، يرى أن الاتفاق سوف ينهي عملية الكرامة التي يراها تحارب الإرهاب في بنغازي، وهذا السبب هو لعدم وجود ثقة بين الطرفين. من يقف الحرب أولا، من إذا وقفت أنا سوف أنتهي، كذلك الطرف الآخر يرى إذا وقف سوف أنتهي، وهذا استمر. هناك ضعف في الاتفاق السياسي وخصوصا في هذا البند وهو وقف إطلاق النار. كما نعلم أن مجلس شورى بنغازي لهم مؤيدون، ولهم كما قال السيد الزبير فعلا هناك حكومة كانت تؤيده، وهذا يعني، والآخر يرى أن هذه الحكومة أصبحت معادية ما دام أنها تؤيد عملية الكرامة. لا ننسى أن عملية الكرامة لها مؤيدين، حفتر لها مؤيدين في الشرق، يجب أن نتعامل بكل واقعية. دافعوا الآن البرلمان يدافع، يعني هم قلة ربما 30 عضو يدافعون على عملية الكرامة وعدم، ولهذا لم يصوتوا على المجلس الرئاسي وحكومة الوقت. يرى أن المجلس الرئاسي ربما يذهب ينهي عملية الكرامة وينهي الحرب، وذلك الخروج في نظرهم مهزومين. والطرف الآخر يرى أن هذا انحياز مع ضده، وهذا يرى انحياز ضده. وهذه المسألة التي تكلمنا فيها أن المجلس الرئاسي الآن في موقف لا يحسد عليه بين طيب خلينا بنغازي نسأل لو أذن سياقا مجلس شورى الثوار درنا بنغازي عفوا لهذا الاتفاق وأوقف عملية إطلاق النار والعمليات العسكرية الدفاعية يصفها هو، هل كان سيقف حفتر عن هجومه لهم في نظرك ويدعم للشرعية؟
لا لن يقف حفتر، هذا شيء طبيعي، لأن كل طرف الآن تورط في الآخر، أصبحت هناك تأر، هناك يعني عمليات انتقامية، يخاف من انتقام الآخر. ولهذا رأينا حتى ربما البرغتي يتكلم مع بعض الأصدقاء الذين ذهبوا إليه، قال أنا أسعى إلى إيجاد حل لمسألة بنغازي وجلوس الأطراف مع مجلس الشورى بنغازي لكي ننهي هذه الحرب، ويتم عملية فرز من هم تنظيم الدولة ومن هم توار الذين كانوا معنا، ربما نوصل نخفف وننهي هذه الحرب. ولكن الطرف الآخر يرى أن لابد من أي تنظيم أو حتى توار لابد أن لا يكون له، لأن يرى نحن بعد، خلينا واقعين، بعد 2012 وكذا انحرفت الثورة وأصبحت كلمة توار كلمة نساج، بعد ما رأينا هذا النهب الذي تعرضت ليبيا والذي في ثرواتها، وهذا الانفلات الأمني والقتل والسرقة والنهب، ويعني الناس ملت، يعني الذين يعني أصبحوا كل عامل ميليشيا ورتل وسيارة مصفحة ورتل ورائه، وأصبحت يعني الليبيين أصبحوا في جو آخر، جو مختلف تماما، يعني الطمأنينة الموجودة، الأمن غير موجود. طيب. يعني يروا أن السبب هذا كله، وترى أنت الآن، شوف أنت الآن، فنقول نقطة مهمة، المنطقة الشرقية وخصوصا طبرق، جميع الأزلام وين موجودين؟ ذهبوا لطبرق، وجدوا الترحيب وتكلمون بكل حرية، بكل حرية تكلمون ضد 17 فبراير ونسناهم لماذا؟ قالوا هذا أفضل من المتطرفين الموجودين الآن، الحاكمون داعش وغيرها وأخواتها، هذا أفضل منهم. لأن حتى الثقة يعني ذهبت، خصوصا العملية بدأت باغتيالات بنغازي، اغتيالات بنغازي اللي كانت يعني، ولحد الآن من قام بالعمليات مش معروف، ما فيش خيوط أساسية وصلت إلى من هو الفاعل الرئيسي فيها، والشكوك كلها تجه وراء أنصار الشريعة. طيب خليني نأخذ الكلام إلى سيد فاضل، داعش وأخواتها هم الذين يحكموا في المنطقة الغربية وفي ليبيا. نعم. سيد هنجري. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحيي يعني وأشكر قناة النبع على هذه الفرصة. طيب أحييك السيد مصطفى الكبير، وأحيي السيد عصام، السيد الهنجاري، والضيوف المشاهدين الكرام. يعني قضية انحراف الثورة وانتشار الاختطاف والقتل، هذا كلام بصراحة يعني لا يغني ولا يسمن من جوع، هذا هامش من الثورة العظيمة. يعني بعد 42 سنة من القمع، من الاستبداد، من موسينين، من انتفاضة 2006، من مشانق، من الظلم، من القمع، الشعب اللي بيقام بثورة ولا لا في مرحلة الثورات. يعني بعض الناس تقارن عهد معمر، يا يوم يا معمر، كان تحت دولة، تبي تقارن عهد دولة قارن بدولة أخرى، قارن معمر عهد معمر بعهد إدريس، معلش نحن في مرحلة ما بعد الثورة، ما زلنا في شبه صراع أهلي ولا لا. صحيح هناك مسلحين ميليشيات يخطبوا وسرقين ولا لا، وهناك يعاكس، وهناك مش اختطاف وقتل ولا لا، ماشي. طيب ولكن هناك ثوار حقيقيون، هناك ثوار يقاتلوا في مغازي سنتين، يبي يوقفوا عملية الكرامة اللي هي مشروع، ليس قضية حفتر زعلان من انتقام وخايف من انتقام، مشروع الكرامة مشروع دولي سياسي، ترسيخ حكم عسكري جديد في ليبيا، نقطة على السطر. هذا الأمر قضية ما مفروغ منها، يعني حتى حفتر يكاد أن يقولها أو قالها بطريقة غير مباشرة أكثر من مرة. ما عش نتحدث على الكرامة كاندفاع شخصي. الفارق بين البرغثي وبين حفتر، حفتر له ارتباط بمخابرات مصرية أردنية ومشروع دولة، ربما البرغثي برغم من اختلافي معه فان يسمي الثوار إرهابيين، لكنه مشروع محلي، مشروع إرضاء قبيلة، مشروع تخفيف حدة حفتر ولا لا. ولذلك لكن أعود إلى قضية انحرفت الثورة، الثورة والشهداءنا قاموا بواجبهم، البقية على الأحياء. في ناس تقول لك لنا خمس سنوات الآن، خمس سنوات ما تقدرش تبني عمارة يا رجل، 42 سنة يلعقوا في أحدث القذافي ويعبدوا فيه ويكتبوا فيه مقالات ومدح وقصائد وتأليه، ولا 42 عام الآن لنا خمس سنوات، سنة منهن ثورة وسنة 2012 جنة الله على الأرض ولا لا. ومن ثمرات هذه الثورة أنت تتحدث في فضائية ليبية كما شئت، وهذا وأنا وأنت ولا لا، ثمراتها كثيرة. خمس سنوات لا شيء يا سيد الكريم، خمس سنوات من أعمار الشعوب لا شيء. وبعدين اللي يقول لي هيا سجدوا، شنو أنا خدام بوك أنا؟ تعال معايا نبني الدولة. طيب هذه نقطة داعش، مش تقول لي يعني والله لنا خمس سنوات مليت، والله شنو أنا خدامك، تعال معايا نبني البلد. طيب هذه نقطة، نبني الدولة. هناك
صياع شالين اسلحه، هناك ميليشيات عسكريه باش ما تزعلش ولا لا، هناك ناس متاعين فلوس عندهم اسلحه، عطيه فلوس يدير لك تبيه، لكن يا اخي الشعوب لا تنسى ان هناك ثوار حقيقيين يقاتلوا في السرك في شهر رمضان، خيره شباب البلاد يستشهد يقاتلك في تنظيم الدوله من اجل الوطن ومن اجلك، وانت قاعد انا وياك قاعدين هنا ناخذ في مكياطه في رمضان وفي محلبيه وندير شنو في المكيفات، هناك شباب يموتوا، هذا كوم الصياح مختطفين قتله، ننسوا ثوارنا، ننسوا الدماء، ننسوا حقيقة وضعنا، ننسوا أن مشروع الكرامة بصرف نظر حفتر صالح محمود مش مشكلة حفتر، مشروع الكرامة مشروع بناء دولة دكتاتورية عسكرية جديدة، عسكرية جديدة. طيب لكن هذا المشروع دكتور فاضل يعني وجد يعني عربيه في اتفاق الأمم المتحدة، وبالتالي يعني هو الجناح الأقوى، في حين أن الجناح الآخر سحب الآن، حكومة الإنقاذ غير موجودة، المواطن الوطني غير موجود، هذا بيت القصيد، هو موجود إخواننا الليبيين اللي مشوا للسخيرات، والله يا أخي أنا نعرف منهم اثنين ثلاثة، لا بعضهم يمر علي والله ما نعرفه، يعني لماذا أكرر هذه النقطة؟ أن مهما كان وجه إليهم النقد ليس شخصي ولا بيني وبينهم حاجة ولا لا ولا لكن الخطأ الأكبر أنا والله شميناها من زمان، يعني الأخوة عصام الأخوة الناس نتحدث من الضحكة على الدقون الليبيين، انظروا في مجلس الأمن اليون يقول التوقيع ولا لا يا أخي ضحك، واللي وقعوا غير مخولين، واللي وقع بالحروف الأولى والثانية ولا لا، نعرف أن هذا الاتفاق يريد واجهة، يريد مبرر، يريد شيء لتحقيق جدول أو لتحقيق شيئا ما، وهذا أحد أهداف هذا الاتفاق هو تدمير هذا المؤتمر، أحد الأهداف تحويل شرعية هذا المؤتمر، والآن الساحة فاضية سيدي الكريم، انظر لكان عندك على الأقل المؤتمر يخبش ولا لا، منتخب من الشعب، دارت للمحكمة الدستورية مأيداتها، يصنع في قرار يعرقل في مشروع المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي بيهمش المؤتمر، والمؤتمر يقاوم في المجتمع الدولي، إلى أن للأسف الشديد الأخوة بروحهم في مشوا المجلس الدولة ولا لا، واستسلموا وسلموا القوة لله سبحانه وتعالى طالهم من انتخاب من المحكمة الدستورية وما إليه. إذا نعم كانت هنا المؤتمر كان يدعم في الثوار مش السراقين، لأن السراق هذا السراق مش القتلة اللي يختطف، مش دخل واحد اختطف وقال لك عطيني ألف في الثورة والثوار وكل هذا الخضم اللي يمر به الوطن، نختصره في صياع عندهم أسلحة. خلينا نقول نرجع لهنغاري، نرجع لعصام يعني كلام دكتور الفاضلي وأيضا كلام اللي قدمناه منذ قليل أن الاتفاق السياسي أفقد أحد ذراعين الاتفاق، يعني كرامة موجودة ذراعها قوتها موجودة، بالعكس تضاعف قوتها بعد دعم الدولي الفرنسي، في حين أنك تجد أن الثوار في المنطقة الغربية فقدوا، وفي المنطقة الشرقية فقدوا من يدعمهم. أنا أريد إجابة لهذا السؤال وهذا المنعطف، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل أستأذنكم ونخرج لهذا الفاصل. عدنا لكم من سرة المشاهدين صفحة ضيوفي الكرام، مباشرة السيد هنغاري، لكن أرحب أيضا بالسيد سنوس إسماعيل الذي التحق بنا الآن. كنت قد سألتك أن هذا الاتفاق يقول بعضه أفقد ذراعي المتحاورين، يعني الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، جهة الكرامة لازالت كما هي، بالعكس تضاعفت بوجود قوة عسكرية جنبي تدافع عنها، الطرف الثاني فقد حتى من يتحدث عنه المؤتمر الوطني ومن يدعمه حكومة الإنقاذ. هو الأسباب ربما تأتي بعد دخول تدخل الأمم المتحدة في حل المعضلة الليبية بعد وصلنا لحافرة الانهيار النهائي. عند التحليل للمشكلة الليبية أو الأزمة الليبية وجدوا أن المنطقة الغربية هي الحرب في المنطقة الغربية هي حرب سياسية وليست حرب بين إرهابيين زي ما يدعى البعض كما قالوا قبل، وبين يعني معتدلين، ولهذا التمجهود الحربي توقف، وقفت الحرب في المنطقة الغربية وأصبحت الآن ربما حتى الأفضل، ولكن عند المنطقة الشرقية رأوا أن عملية الكرامة في نظرهم هي تحارب الإرهاب، فيجب الوقف الدعم على الطرف الآخر مؤيد لمجلس الشورى بنغازي. وهذه الأسباب، نحن نتكلم الواقعية، هذه الأسباب يعني يرى أن هذا طرب، ولا تنسى قضية السفير الأمريكي في بنغازي. نعم، هناك من يرى هذه الحرب هي انتقام لمقتل السفير الأمريكي في بنغازي، ولذلك يعني أنت في معضلة، في وحل، أنت في وحل، حتى حقك لو أنك حقك واضح
حيضيع حقك بالطريقه هذه، وهذا السبب نرى عمليه الكرامه، لان حتى الخريطه السياسيه في ليبيا هي غير وضعت المعالم، واللاعبين اصبحوا الان خارجيين اكثر من هم الداخليين، يعني في نفور الان من الحرب من الليبيين، في نفور من الحرب، ولكن الدعم الخارجي هو المازال مستمر في استفاد من هذه التفرقة في الليبيين واصبح يتدخل. أما المؤتمر الوطني لم يكن داعما بالمعنى الداعم، بالعكس هو من تسبب في الأزمة الليبية كلها، هو من أهدر الموت. لم يكن داعم للمجلس الشورى، على الأقل كان هناك بيانات، وعلى الأقل كان مهما كان بيانات ماذا تفيد البيانات؟ لا يستطيع دعم بالسلاح، لست دعم بالدخائر، لست ما ينفع البيانات. احنا نتكلم عن التنديد، يعني الجامعه العربيه تندد على اسرائيل من 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 60 سنه ما وصلت شيء. نحن نحكي الفعل، الفعل الافعال، ما يقدرش يقدم المؤتمر الوطني شيء ما عدا ان اهدر اموال البلاد، اضعف الديمقراطيه في ليبيا، اصبحت نشاز بعد هذا. يعني حتى الناس، طيب هذا الكلام لماذا لم يقله المحسوبون على الثوار عندما وقع في الصخيرات؟ التوار موجودين، التوار حتى التوار الحقيقيين، التوار الحقيقيين ابتعدوا عن الحروب، ابتعدوا عن القتال، اصبحت الصوره واضحه، هناك صراع على الغنائم، هناك صراع على ثروه ليبيا، هناك صراع على السلطه، دخلت اشخاص بدات تصارع على السلطه، لذلك التوار الحقيقيين ابتعدوا، رموا سلاحهم وابتعدوا ورجعوا اعمالهم، من تبقى استعانوا بالمجرمين، 16,000 المجرم واصبحوا يتصارعون، خلينا واقعين. من سبب المشاكل هي 16,000 مجرم تلقى طيب يعني التوقيع، التوقيع لما وقع او حصل التوقيع كانت من المفترض كما قال يعني كما يقول عربوا الاتفاق حزب الاداره والبناء استمر في فتحي وشغل غير ذلك، يعني كانوا قالوا ان مساله الارهاب وتعريف مصطلح الارهاب انتهى، وبالتالي يعني الان حتى ملاحظات دار الافتاء لا قيمه لها في ذاك الوقت، والحرب التي شنت حرب الكرامه شنت كلها ضد الارهابيين. ضد، هي حتى في الاتفاق هي الارهاب موضح انصار الشريعه القاعده تنظيم الدوله، وبالتالي فقط هذه هي والان البيانات تصدر ضد الثوار وتصف سرايا الدفاع بانهم ارهابيون. هذا شيء، هذا جديد، هذا ارهابيين كما قلت هذيك الليله، اذا خرجوا ضباط، ما هو المساله احنا اذا خرجوا بامر ديني فيعني في العالم منظور العالم هذا ارهابي، هذا يزمني اعرف الجميع. يعني انا تعريف خاص بك، احنا بالعقل، بالعقل يعني خلينا نحسب بالعقل، انا بالعقل بنقول لك بالعقل، ما نورطوش انفسنا، هذا يزمني اشبح لنا هو هيك، انا ممكن نشبح له شيء، نشبح له قناتي الشخصيه، خلينا نشوف عصام شن بيقول، قناتي الشخصيه بشكل، لكن هذا ما ينظر للعالم. طيب خلينا نشوف عصام شن بيقول. بالامس كان الكلام ان الطرف الثاني تدعم فيه تركيا وقطر، اليوم قلت المؤتمر لم يدعم، كيف فهمتاش انا؟ لماذا مدعم حقيقي؟ ما انا كيف؟ لو كان تركيا وقطر ما حتى انا الحرب في بنغازي. الحرب في بنغازي لها سنتين او اكثر. اي دعم يتكلم عليه؟ انتوا قلتوا اي دعم؟ انتوا قلتوا كامس. لو كان في دعم والمؤتمر كان متمكن فعلا سياسيا من البلاد، اذا ما فيش دعم سياسي للخارجي على عملية الكرامة. انا مسألك مصطلح الارهاب، هل تم الاتفاق عليه بعيد الاتفاق او قبيل الاتفاق او لم مصطلح او لم يتم بعد الاتفاق؟ بعد الاتفاق جاء حسب القرار الامم المتحده، القرار 21-74 هو اللي القرار لم يذكر السرايا، القرار لم يذكر السرايا، لا 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 برغتي ذكر السرايا، هذه اشياء استحدثت بعد، ولكن الارهاب متحدد في القاعده وانصار الشريعه وتنظيم الدوله فقط، هذه اشياء استحدثت جديده. طيب خليني سنسي. الصحافة الفرنسية عندما تحدث عن السرايا لم تقل عنهم إرهابيون، طيب قالت مجموعات إسلامية، الرئيس الفرنسي عندما خرج لم يقل قال نقصف إرهابيين، البرغاثي خرج وقال نحن نقصف إرهابيون. مصطلح إرهاب هذا يعني نريد أن نسأل، المفترض هذا المصطلح المفترض هتكت من أجله أعراض وحدث من أجله الحروب في بنغازي وحرب بنغازي قائمة على هذا الأمر، أمر الإرهاب. من المفترض ان بعد التوقيع مباشره عرفنا من هو الارهابي وغير هو الارهابي. اليوم يخرج صنف جديد يسموه سرايا الدفاع ارهاب. اعطينا المساله، ام هن عربوا الاتفاق في الجهه المؤتمر جهه الثوار ان صح التعبير، وقعوا في الفخ؟ في البدايه ارحب بك وبالساده في قناه النبأ وبالضيوف الكرام وبمشاهدين المحترمين. هي قضيه موضوع الارهاب نفسه هو اساسا
العالم لم يتفق عليه منذ أن منذ الثورة الفرنسية برز هذا المصطلح، إلى حد الآن لم يتفق العالم على تعريف لهذا المصطلح. فلا يعنيني الأمر يعني عندما توصف حركة حماس التي تنظر إليها الأمة الإسلامية كلها، المليار ونصف مليار ينظرون إلى حركة حماس على أنها حركة مجاهدة، حركة مقاومة داخل يعني الأراضي المحتلة في فلسطين، ولكن الغرب يصنفها أنها حركة إرهابية. ماذا يعني بالنسبة لنا؟ لا يعني شيء. في ليبيا. عندما أي شخص يقول بأن هذه حركة إرهابية، هذا موضوع يخصه هو ولا يخصنا نحن. نحن نتصرف يعني كليبيين، يفترض أن نتصرف وفق المفترض يعني أن هذه الحكومة التي خرجت وانبثقت يعني قد عرفت الإرهاب من خلال هذا الاتفاق، وبالتالي مسألة الإرهاب انتهت عندنا المفروضة، وهي أصل المشكلة. اليوم نجد أن تصنيف جديد لكل سرايا تخرج أو لكل من يريد أن يدافع عن نفسه ينعت بالإرهابي من الطرف الآخر، ضمن سكوت واضح للطرف الآخر اللي قلنا أنه محسوب على الثور، وهي دي حكومة وفاق في الأمر، ليس طرف يعني. نعم، هو حقيقة في البداية أؤكد على النقطة التي ذكرتها بالأمس، وهي أن حكومة الوفاق لم تفعل بعد. وزارة الدفاع هذه التي يتكلم السيد وزير الدفاع باسمها هي أساسا لم تفعل. يعني لا يوجد الآن وزارة دفاع حقيقية تعمل، ولها جيش ولها إدارات ولها عقود ولها كذا، هذا لا يوجد لحد الآن. هي عبارة عن بداية تنفيذ الاتفاق. أنا عندي كلام. هو يتكلم يقول رأيه. هو السيد مهدي البارتي جزء من عمرية الكرامة. هو رأيه وموقف. يعبر عن رأيه. نعم. هو رأيه وموقف. هو سمح لي. هو لا. وزير حكومة مفترض تكون وفاق أو وزير حكومة الكرامة. لا يهمني أنا يعني. لا أنا يهمني. هو يعبر الشرع يهمه. لأنه هو يعبر عن رأيه. يعني أنت كسرايا دفاع أو مؤيد. هذه حكومة سيد الموسي. كيف رأيه؟ عفوا اسمح لي. هذه حكومة وفاق. أنت كسرايا دفاع أو مؤيد لسرايا دفاع. لا يعني كان يقول المهدي البارتي ليقول ما يشاء يعني ماذا يعني؟ أنا لا موقف. لأن القانون والاتفاق السياسي لا يصنف السرايا على أنهم إرهابيين. الاتفاق السياسي واضح. وزير حكومة الوفاق يقول على السرايا أنهم إرهابيون. وبالتالي هذا رأي حكومة الوفاق. لأنه لم يخرج تفنيد. لا ليس رأي حكومة الوفاق وليس رأي. لماذا لم يفندوا؟ ما كيف يفند؟ وأنا كما قلت لك بالأمس أن المجلس الرئاسي يتخبط ولازال لم يكسب يعني لم يصنع له ديوان رئاسي ولائحة تنظيمية. وبالتالي كل واحد من جزء يمثل جهة سياسية سيقول رأيه. يعني ما الذي يمنع كجمان أن يدين الغارات على درنا؟ هل يستطيع مهدي البرغتي أن يأتي له ويقول له لا ليس من حقك أن تدينهم؟ هو يدينهم كجمان باعتباره يمثل الجهة السياسية التي يمثلها، ترى أن 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 درنا يعني خالية من الإرهاب وأن الغارات عليها غارات عبثية. فلذلك عندما أدانها هي نفس القضية. ينبغي أن ننظر إلى الأمر هكذا. خلينا ننقل موضوع الفضل. نرجع لك حسام. عندنا حكومتان تدعمان طرف معين. أزيحت حكومة الغويل التي كانت تدعم الثوار كما يرى كثيرون، واستبدلت بحكومة الوفاق التي يقول وزيرها أن سرايا الدفاع هي مجموعات إرهابية. سيد السنوسي وهو يسمي هذا يعني إيش؟ أنه يسمي أحد أطراف الصراع بأنه إرهابي، وبالتالي هل هذا هو الوفاق المطلوب؟ بالتأكيد لا أخي الكريم، هذا وزير دفاع، هذا ما هوش طرف يعني. لا لحظة، هو المقاطعة، اتفقنا على موضوع المقاطعة بالضبط. لما كمل تفضل خليه يكمل. هذا وزير دفاع، هذا مجلس رئاسي لليبيا كلها، وزير دفاع ليبيا كلها. يا ريت أتمنى الذي يأتي ويتصدر المشهد القيادي في الوطن يتحدث أن أنا ليبي وأنت ليبي برغم اختلاف. كنت أتمنى البرلمان يديرها، دائما أكرر فيها النقطة، البرلمان كانت عنده فرصة أن يكون برلمان للجميع. أنحاز البرغثي، أنحاز وزير دفاع. أنت البرغثي قبل أن يصبح وزير دفاع عليك كيف كان عنده في الدبابات 2004 ولا لا، ويدهك في بنغازي ولا لا، ماشي. لم ننقده من ناحية تصريحاته، ما يهمناش شنو كانت تصريحاته في ذلك الوقت. لما تصبح وزير دفاع للوطن تختلف يا أخي الكريم. أنت وزير دفاعي، يفترض أنك وزير دفاع متاعنا، وزير دفاع السرايا، وزير دفاع الشركسي، ووزير دفاع عقيل الصالح. هذا الأصل. الذين يتصدرون المشهد القيادي تصريحاتهم وكلامهم محسوب عليهم. ونزيدك أخرى من الشعر قصيدة أو شيء، البرغثي عنده أدوات تنفيذ ما يقوله، عنده تحت أسلحة، تحت تدبابات، تحت أنصار عمليا. يعني الأخ البرغثي أو غير البرغثي لما يتكلم فيه أشياء مترتبة عليه عملية، قتال ودم وموت وحصار وانسحابات وما إليه. سيدي الكريم، هذا وزير دفاع على الوطن. أضيفك شيء آخر، خلينا من الأخ البرغثي ولا لا، خلينا من البرغثي. بيان المجلس الرئاسي تعبان جدا، يعني مرخي مرخي بتاع خجل وحشم.
أنا مستاء من قصف فرنسا لي يعني. أنت كيف تستاء يا رجل؟ أنت مفروض تستدعي السفير وتهز بوديل ودير علاقات وتدير بعدين حصار وتشري مضاد للطائرات ولا لا؟ ماشي أنت هذه دولتك، أنت تصدرت. وأقول أخي الكريم لو سمحت، أنت تصدرت مشهد القيادي، إذا يا تقعد راجل تستحق هذا المشهد يا تطلع تخلي الرجال يقول. بصراحة ربي، أما أنا نقعد والله علي ضغوط، والله ما نقدرش، والله ضغط علي كوبلر، ضغطت علي حوا قبقاب ولا لا، أنت إذا كان غير قادر وغير كفؤ للنضال والصمود في هذه المرحلة الحرجة اللي تمر بها الوطن، انسحب يا أخي، وأنت على تائج على رؤوسنا أخونا الحبيب. الوطن يحتاج إلى مصلحين، إلى منظمين، إلى رجال يصمدوا أمام هذه الهجمة الشرسة من الداخل ومن الخارج. بعض الناس يقول لك 5 سنوات ويوم من أيام معمر، يوم من أيام السخرية من الرسول، يوم من أيام السخرية من الدين، يوم من أيام بوسليم، يوم من أيام انتفاضة 2006 المشانق في جميع أنحاء الوطن، يوم من أيام القمع من الفساد، طيب. من دمار دكتور. التعليم الصحة الزراعة. عصام تو دكتور. وليد تفضل. عصام يعني البعض يقول أن الثوار قد وقعوا في فخ نص مطاطي يصفهم بالإرهاب وينعتهم بالإرهاب. والحقيقة نرجع شوية بس لما ورد بكري أن الثورة المضادة وقضية الكلام اللي موجود على السطح الآن والذي يعتبره البعض نوعا من الاستهزاء هو حقيقي. الثورات التي قامت مع الثورة الليبية رجع النظام السابق لها، لم تستمر في عملية الثورات. كل الثورة في مصر لم تنجح ولم تحقق أهدافها، الثورة في تونس لم تنجح ولم تحقق أهدافها. طيب. ولذلك لابد حتى ليبيا ترجع لهذه النقطة. دعنا في موضوع النص، نص الإرهاب. النص حتى الآن أنا لا أستبعد الثوار الذين هم الآن تحت عملية البنيان المرصوص قد يخلى عنهم بعد ذلك ويصبحوا إرهابيين. بمجرد انتهاء ما وكل إليهم من مهام قد يصبحون في ذلك، لأنه لا مجال لعملية التتبع للمجتمع الدولي على أن أساس لديه الحل. ولذلك لو رجعت إلى عملية الجدران، الجدران سارق حسب ما صنف ومجرم حسب ما صنف، الآن أصبحت الأمم المتحدة تتعامل معه، وأصبح الاتفاق لا يوم 24 يوليو كان معتقد أنه في فتح النفط، وبالأمس يتعدى على مؤسسة موجودة داخل المجلس الوفاق أول من أيد مجلس الوفاق مؤسسة الوطنية النفط. هذه المؤسسة أمس يقال للدكتور صنعالله مصطفى صنعالله بأن البيان الذي الرسالة التي أرسلتها إلى كوبلر هي عبارة عن حبر على ورق، لا تساوي حبر على ورق، لا تساوي حبر على ورق. لذلك ما كيف نحن سنقود دولة بهذه الوضعية؟ إذا كنت تقول لي لم تبنى الآن لها 3 أشهر. طيب يا عصام، 3 أشهر، دعني في نقطة واحدة، الآن له 3 أشهر. ثلاثة أشهر، إذا أنت في الثلاثة أشهر لم تبني على قاعدة الوفاق لناس موجودين من أجل ليبيا، ماذا لو كان معتيق وقال بأن قوات مصراتة هذه قوات الأبية وليس قوات إسلامية وأن لها الحق في ذلك وحق ذلك، هل سيكون صمت المجلس بهذه الصورة؟ حتما لا، ستكون الجهة الأخرى مضادة بتصريحاتها وبشن الهجمات عليه. الآن الذي يريد أن يشتغل في حكومة الوفاق لابد أن تكون شخصيات غير جدلية تعمل من أجل بناء ليبيا إذا أردنا الدخول إلى المسلك الصحيح. ولكن الاتفاق السياسي ومن وراء الاتفاق السياسي ذهب بنفس بناء الحكومات السابقة في عهد الثورة الليبية، المحاصصة الجهوية القبلية، هذه لا تبني وفاق، لا تبني وفاق. حتى ولو أنني كنت قبليا فلن أبني وفاق، لن أسمح للقبائل الأخرى. نحن الآن في صراع بين القبائل التي التحمت بثورة 17 فبراير وبين القبائل التي انهزمت والتي كانت مع العهد السابق، لم نتفق مع بعضنا كقبائل، فما بالك بالجهوية، فما بالك طيب. بعهد التكنوقراط من ذلك. يعني نص الإرهاب نفسه الذي ذكرت أنت وذكر فيه أنصار الشريعة والقاعدة قال من بينها، وبالتالي هو ليس حتى جامع شامل كما يقال في التعريف، سمى لك 3 أنواع وترك القوس مفتوح لم يغلق. خطاب هذا الخطاب، خطاب الإرهاب ووصف الإرهاب، ألا ترى أنه ممتد وشامل لطرف دون طرف؟ وبالتالي الطرف الأول هو طرف الكرامة، يصنف من يشاء والمجتمع الدولي يوافق، وبالتالي نحن الآن أمام، هل هذا الخطاب سيؤدي إلى سلام واستقرار؟ هل هذا توزيع الإرهاب على المخالف سيؤدي إلى الاستقرار والوفاق المطلوب؟ هو يعني
يعني لا نعطي دائما نحن ذريعة للعدو. الطفرة الآن يعيش العالم هي طفرة الإرهاب الديني. الإرهاب الديني يعني أي شيء تبي، حتى تدخل الآن في بعض الدول أصبح باسم الإرهاب الديني. فأنت ما تعطيش ذريعة ومبرر، أنت حقوقك واضحة، في حقوق قوانين تبي ينسلخوا من الدين مثلا. لا 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 لا، مش نسلخ الدين، ما فيش حد يحرمك من الدين، ما فيش حد يحرمك من الصلاة. مش جوامع موجودة في أمريكا، موجودة في أوروبا، محمية، ما فيش حد أحرقها ولا حد مسها ولا حد دمرها. يعني الدين تمارس حياتك الدينية بكل حرية، ولكن تتخذ الدين بي 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 في الحروب أو في السياسة، هذا هو هنا الخلل. هو العالم عاش يرابيه لأن العالم ضاق المرارة متاعه. وأعتقد أن الفترة هنا الفترة قصيرة. الفترة إسرائيل اللي تستخدم في الدين ولا الدين، حتى ما عندنا مشاكل دينية. لا ما هو تستخدم في بالقطعة باهي ولا ديني. نجو حاجة تانية، أنا يجي لي المؤتمر، المؤتمر يقول لي مؤتمر 4 سنين طيب. هو في سلب لا أنا لا أريد وليد عمره 3 شهور يتناشبوا فيه ومشيين بجرته سيد هنقري وتبوا تطيروا وتسقطوا. يعني في أهداف وراكم يا ناس، راكم ماشيين راكم. أنا أتحدث سيد الإرهابي، أنا أتحدث عن الإرهاب كمصطلح داخل الصراع السياسي من 2014 في ليبيا، والحرب تدك لأجل شعار محاربة الإرهاب. هذا الاتفاق لم يخرج لي بتعريف واضح للإرهاب، واستخدم الطرف الآخر وهو أصل المشكلة. لاحظت أن الإرهاب هو أصل المشكلة، والطرف الثاني يستخدم كما قلت لك هذا الإرهاب كشماعة ليلصق بها الطرف الثوار. هو الإرهاب حتى أي شخص، حتى إن شاء الله ملحد، مجرد أنه يقتحم بيت في عائلة أو كذا أو أمانين في الليل يعتبر إرهاب. هذا شيء طبيعي، الإرهاب لما لكن الاتفاق لم يكن هذا هو رهبة. أنا أحاكمك إلى اتفاق. حفتر يصف ميليشياته أنهم أبناء القوات لاحظ حاجة. الحكومة من تصف قوات حفتر بأنها أبناء المؤسسة العسكرية. طيب ورغم كل الانتهاكات يعني آخر مجزرة واضحة صح ايه. في حين الجهة الأخرى لا يوصف الثوار إلا بأنهم إرهابيون. لم يصف بالكامل. أنا أستغرب، هل هذا خطاب يؤدي الاستقرار؟ أنا أستغرب اللي خرجوا سرايا تحرير بنغازي، هل خرجوا بأمر من المجلس الرئاسي؟ هل خرجوا بأمر من المجلس الرئاسي حتى يدافع عنهم؟ خرجوا بدون أجدة، يعني ما طوش فرصة. وحفتر لم يستأذن أحد في حربه. حفتر واقع، أصبح أمام قوة واقع، حتى الثوار المهجبين البرلمان اللي معتبر به العالم يؤيده، وهذه المشكلة. والثوار واقع الآن، الثوار واقع وقصفه من العالم. هو مؤيد سياسي شرعي، خلنا غطاء سياسي. أنت طلعت من غير غطاء سياسي، ليش البيئة المرصوص لها غطاء سياسي والمجلس الرئاسي يدافع عنها ويدعم فيها؟ الذي جعلنا من الواقع السياسي فيها الليبيين كلها متفقين فيها أغلب الليبيين، هذه حرب. حتى المؤتمر كان واقع سياسي، حتى المؤتمر كان واقع سياسي. بس النواب لا، المؤتمر كان واقع سياسي. المؤتمر جاي بعد البرلمان، ما العالم، احنا نشبع بالعالم، خلينا من المؤتمر، خلينا من الواقع. العالم يشبع خلاص، انت جيت انتخابات أخرى انتهي. من نقول احنا في حكاية الدكتاتورية الجماعية والدكتاتورية. والعالم يقدس القضاء. المحكمة قال لك المحكمة هي من صنع المحكمة هو الشعب. بما عمره حكم يكون ضد الشعب. هم انا نحكي لك اللي صاير، خلينا نسمع لك العالم كيف يرى في هذه النقطه. في النقطه لا، في نقاط كثيره عديده متغيره. اذا كان قال مجلس النواب في صلب الكلام، اذا كان مجلس النواب واقع سياسي، فلماذا الان كلفت الحكومه بمجرد ورقه وقع عليها؟ المجلس النواب لم يصوت ولم يدخل في قبه البرلمان ووقع على منح الثقه لهذه الحكومه. هذا هو النقطه. النقطه الثانيه، حتى الثوار وحتى الكرامه واقع. إذا حتى سرايا الثوار الدفاع تقول لك أنا نبي نبقى واقع. إذا كان أنتم بتشرعوا لوحدة حتشرع للثانية تسنة، تبدأ تسنة. لا هيك اللي صار توا، أنت قلت واقع. لا هذا قلت واقع. هو ليس تبدأ سنة، تبدأ سنة. ميليشيات من كلمهم، من فات عليه؟ أولاً حتى بكري نقطة الغرب. خلينا نكمل بس نقطة الغرب. إيه نقطة الغرب بكري لما تكلمنا قلنا الغرب ما فيش قتال، كان يفترض الاهتمام بالغرب. الغرب في داعش يا راجل، تقولون نفسرت ومعبينا راسنا بها. والمجلس الرئاسي دخل في شهر 3 والاتفاق من شهر 12، معناه كيف نسوها النقطة هذه ولا كيف؟ بخلين سنوسي نعم. أنا نبي نسأل، يعني المجتمع الدولي يدعم هذا الاتفاق، والاتفاق أمامي الآن يعني بنودة طويلة جدا، منها المادة 38 المادة 39. طيب لكن أنا ترى أن هناك مناقضة واضحة. أنت تدعم الاتفاق وتخلع نياب جهة ومخالب جهة وتزرعها في جهة أخرى. فرنسا تدعم حفتر وتقول أنا داعمة للاتفاق. حل لي هذه المعضلة. الحل واضحة بالنسبة لفرنسا، لا تدعم حفتر. فرنسا يعني وجودها من يقصف الثوار لا يدعم حفتر. لا،
وجودها شرقا وغربا بموجب اتفاق مع حكومة التنية، وهذا أمر معروف لدى 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 الساسة جميعا من الطرفين، يعرفون أن فرنسا موجودة. يعني عادي جدا وجود فرنسا ليس جديدا. لا 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 أنا ما قلتش عادي، لحظة أفهم. لا هو قصف الثوار هذا، قصف الثوار هذا أمر آخر، لكن نتكلم عن وجود فرنسا. قصف الثوار لحظة بس، أنا الجميع يستنتج. لا دعني أفكك هذه المسألة. وجود فرنسا في ليبيا هذا أمر طبيعي، لأن في اتفاق مع الحكومة لمكافحة الإرهاب فتفعل ما تشاء استخباراتين وكذا كذا. لا لا ليس تفعل ما تشاء، هو الاتفاق معهم كان على أساس أنه جمع معلومات، دعم تقني لوجيستي، وانتقل إلى ضرب ثوار. تمام، ضرب الثوار هذا مسألة أخرى. هذا لا لا أشرح لي كيف مسألة أخرى. نعم، ضرب الثوار أنت من الذي ضرب الثوار؟ من أنت؟ أجبني كيف من الذي يؤكد أن طائرات فرنسية ضربت الثوار؟ ومن الذي ينفي؟ بالنسبة لي أنا لحد الآن أعتقد أنها طائرات مصرية وإماراتية بهذه الدقة، لو تبحث عن نفسي. نعم، بغض النظر عن الجنود الفرنسيين الثلاثة الذين كانوا موجودين في طائرة ليبية وقتلوا، هذا على جنب، لكن اللي ضرب الثوار يعني من سيسأل؟ من سيسأل؟ متأكد من سيسأل لحد الآن؟ فرنسا لم تعترف بأن سيسأل. من سيسأل للثلاثة جنود فرنسيين، الإمارات أو مصر أم فرنسا؟ بالعقل لا، هي مش مسألة ثأر بقدر ما هي مسألة إبعاد هؤلاء الشباب عن مدينتهم التي هم انطلقوا أساسا لكي يحرروها، والخطأ الوحيد اللي ارتكبوه هو أنهم ذهبوا بدون غطاء سياسي، ليس مثل قوات البناء المرصوص اللي تتمتع بغطاء سياسي، لا يستطيع لا حفتر ولا فرنسا أن يمسهم بسوء. هولندا خرجت وتحدث بكل صراحة، نعم، السنوسي لكن مهمة هو مهمة استخباراتية ومهمة قومية وغير ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقتل منهم أن يتقبل من الشهداء، لكن أقول بكل صراحة هم خرجوا بدون غطاء سياسي، تصرفوا من عندهم من سيغطيها؟ فلا أحد يستطيع، لا المجلس الرئاسي إن كان يبغى في قصص المهابيين يعني، نعم، من سيغطيها؟ حتى المؤتمر ما فيش والحكومة من سيغطيها؟ خلاص، وأنت ذاهب إلى عدو ليس عنده خطوط حمر، يعني حفتر ما عندهش خطوط حمر أصلا، يعني هو أحضر الطائرات الإماراتية والمصرية إلى طرابلس، ما قلناش خاف احنا، لكن هناك حلول أخرى غير هذه. ايش الحل؟ ايش سنتين والناس تقتل تذبح و14 جثة أخيرا من أساسا الاتفاق السياسي يركز على بنغازي، ولو أن البلاد فيها هدوء ويتم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي بدءا من وقف إطلاق النار وعودة المهجرين. طيب خلينا هنغاري عمر بنغازي، هذا كله خلينا لحظة بس أكمل هذه النقطة. لا كمل لي بس خلينا هنغاري. الاتفاق السياسي يهتم ببنغازي اهتمام كبير، لكن معارضة الاتفاق من حفتر ومجموعته ومن الغرب اللي موجودين هنا أيضا هم الذين الآن يعارقون الاتفاق السياسي، وبالتالي أصبحنا في عملية فوضى. نعم، أين وجه المعارضة في أين وجه المعارضة في المنطقة الغربية لهذا الاتفاق؟ ألم تدخل هذه الحكومة إلى طرابلس ومكنت من الوزارات، وبالتالي لماذا السيد سنو السماعيل واختفى المؤتمر؟ لماذا يتحمل المنطقة الغربية جراء ما يفعله حفتر وخرقه للاتفاق؟ مش تحميل، أنا ما حملتش المنطقة الغربية، المنطقة بالعكس هو الاتفاق السياسي ودخول المجلس الرئاسي حمى بعض الأطراف اللي ذهبت بنغازي محمية تحت رعاية المجلس الرئاسي هنا، هنا اللي خرجوا للمجلس الرئاسي ضدهم، هو المجلس الرئاسي حمام من حفتر ومن حرب حفتر ومن حرب المنطقة الغربية، أبعد المجلس الاتفاق السياسي أبعد المنطقة شبح الحرب على المنطقة الغربية. وبعدين شيء لازم نسأله السؤال، توقيت العملية هي صار بنغازي، حرب بنغازي لها أكثر من سنتين، يتحركوا في الوقت هذا ليش بالذات؟ ليش يتحركوا في الوقت هذا بالذات؟ ليش ما حركوش قبل بعد ما بدأت معركة سرت؟ يعني بعض الشباب اللي عرفوا من ايه؟ بعض ثلاثة كانوا في سرت اللي من منطقة الطويبة، يعني شو شباب سرت شباب نشوه سرت، خلونا نكملوا سرت، ليش ما نضموش لإخوانهم قادوا وكملوا سرت وبعدين انتقل؟ ليش مش سرت مش هجانا؟ أخلي جاوبك الفاضي، يحاربوا فيه مجانب بسرعة مش هجانا مجانين خطوا بابنانا. أخلي جاوبك الفاضي، يعني شباب بنغازي اختاروا أن يتوجهوا إلى مدينتهم ويرجعوا إليها بالسلاح وفسدوا مشروع سرت. لا لم يفسدوا بل ساهموا فيه، على فكرة قبل ذلك ساهموا قبل أن يواصلوا مسيرهم، يعني جبهتين مرة واحدة هذه شيء صعب جدا. لو سمحت يا أخي الكريم، نفس مشروع الكرامة لابد أن نتذكر دائما أن مشروع الكرامة مشروع صياغة الدولة، نرضى عليه من رجعة عسكرية دموية علمانية، مشروع الكرامة مش مشروع حفتر طيرت له وزعلان وكذا ولا لا. الشيء الآخر، مشروع الكرامة كان قائم في المنطقة الغربية ولا لا؟ نفس المشروع، لكن اللي فشلت عملية فجر ليبيا. يعني كيف تقول لي المنطقة الغربية كانت كذا وكذا؟ نفس المشروع، ولكن كانت ضربة استباقية من قوات فجر ليبيا لإيقاف عملية الكرامة في المنطقة الغربية وبالتالي في ليبيا في الجنوب. يعني هذا رقم واحد. اثنين يا أخي الكريم، في المسودة مذكورة أنصار الشريعة والقاعدة، وشو هي الثالثة؟ لو سمحت وتنظيم الدولة في الاتفاق ولا لا؟ من بينها قاعدة. من بينها فرنسا تقصف لك في سرايا بنغازي ومسيبة تنظيم الدولة اللي حاربوا فيه الشباب مصراتة وشباب الثوار الليبيين.
يا شباب يعني قريب واحد قريب حفتر يقول لكم خطوني ومنزل سلاسل قريب يقول لكم ما عادش تدافعوا علي يعني حشمتونا والله ام سوري اسف اقول هذا الكلام يا اخي حفتر عندما انطلق حفتر عندما انطلق سيدي الكريم اعطاك وقتك في الحديث يا استاذي يا استاذي يا اخي الكريم يا اخي الكريم الموضوع الوحيد الجهه الوحيده التي لم تحارب تنظيم الدوله او الارهابيين هم حفتر وفرنسا حتى يومنا ولكن عندك شيء مهم جدا قضية القاعدة وقضية انصار الشريعة وقد تعرف أنت اللي كانوا يقتلوا في الفلسطيني في 1948 في دير ياسين أكبر منظمات إرهابية إسرائيلية ولا لا ويعني خلاص جاوز الإرهاب وصلتها حتى فجروا فندق ديفيد متاع الإنجليز لكنهم ليسوا إرهابيين هؤلاء الناس الإرهابيين اللي كانوا يسمونهم مطلوبين من المجتمع الدولي مطلوبين ولا أنتهى بهم الأمر أن يأخذوا جائزة نوبل للسلام فإذا كان فإذا كان, فإذا كان أنصار الشريعة والقاعدة نستطيع أن نعمل هي الحقيقة واضحة جدا في الدقيقتين بس هي الحقيقة واضحة جدا جدا عندما بدأ حفتر بعملية ظهوري قال بأنه يعطل قوانين الذي يريد أن يحارب الإرهاب لا يعطل الدولة أنا أشكرك عصام أشكر سنغاري وأستاذ فاضلي أشكر كذلك السادة المشاهدين ملتقنا في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته